يترموا البير عمقه 20 متر، البير عامل صدى للصوت. سبحان الله. اهلا بكم، اهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، قناة خصصناها بالكامل لعالم الجريمة، لكن بنقدم النصيحة، بنقدم العزة، واهم درس بنحرص عليه ان احنا لازم نتعلم من اخطاء غير. لغاية دلوقتي عندنا في الصعيد الولد احسن من البنت. ليه؟ ما تعرفش. رغم ان البنت الرسول من اول ظهور الاسلام قال لك ايه؟ خيركم اللي ربنا يرزقه بالبنت الاول. ده البنت بتاخد بايد ابوها للجنة. لكن احنا لغاية دلوقتي في مجتمع الصعيد نقول البنت لا، نفسي في ولد، وكان انها نورث الملك او العرش. ده البنت دي لما بتتربى بتكون احسن من الولد 100 مرة. على الاقل البنت ممكن تأدبها وتربيها، لكن الولد احيانا بيفجر في وشك ويرد عليك ويعلو صوته. احنا لغاية دلوقتي للأسف في الصعيد بنتمنى ده، في الصعيد للأسف بيورثوا الولد، وفي ناس كتيرة قوي ما بيرضاش يورثوا البنت، يقول لك لا البنت هتجيب الغريب، جوزها غريب. ايوه ده عدو، جوز البنت عدو، ده زي ابنك يقول لك لا مش ابني، ده البنت بتجيب العدو لغاية البيت. رغم ان البنت ممكن تجيب الولد اللي يحميك ويسندك اكتر من ابنك، لكن هي عادات للأسف مترسخة عند البعض. تعال نشوف الجريمة البشعة اللي حصلت في قرية اسمها قرية نجع البراغيط، اسمها كده نجع البراغيط، مركز ابو طشت، محافظة انا. راجل متجوز وعايش مع مراته وربنا رزقه ببنتين، بنت اسمها وفاء احمد كمال 4 سنين، وبنت تاني اسمها ايناس احمد كمال 3 سنين. هو عايز ولد. يا عم هو ماله؟ هي مراتك مالها؟ مراتك دي الارض، انت اللي بترمي البذرة، طماطم هيطلع طماطم، خيار هيطلع خيار، تفاح هيطلع خيار، هي مجرد تربة للبذرة بتاعتك. يقول لك لا انا عايز ولد، وكان بيعاير البئس بنت اللي هي مراته، وبيعاير اهلها ان بنتكم خلفتها بنات، ويا خوف البنت لما تكبر، والبنت هتجيب العار، والبنت تعمل علاقات والتليفونات. يا عم وتأدبها، لو انت خايف على البنات ما تديهاش تليفونات، خلي عينك في وسط راسك. طب ما هو الواد يجيب لك العار والواد يعمل علاقات. ابتدى يعاير مراته، وابتدى يعاير اهلها اخواتها، يا اللي خلفت اختكم كلها بنات. يا عم ده البنت احسن من الولد في الزمن ده، ده البنت هي حبيبة ابوها، ده اللي ما عندوش بنت بيتمنى ان ربنا يرزقه بنت، ده اللي ما حسش اللي ما عندوش بنت ما بيحسش بالحنية. لكن نقول ايه؟ طب ايه اللي حصل في البنتين وفاء احمد كمال ويناس احمد كمال 4 سنين و3 سنين؟ ايه اللي عمل فيهم كده؟ ومين اللي خلاهم للأسف يكونوا كده 4 سنين و3 سنين؟ نعرف الموضوع بس بعد ما ادعوكم للاشتراك في قناة ساعة مع حنفي، تفعيل الجرس ليصلكم الاشعار وقت ازاحة الحلقة. للأسف قرية نجع البراغيط مركز ابو طشت محافظة انا من المراكز الصعيد الجواني اللي لسه برضو مترسخ فيها ان الولد احسن من البنت، وان الولد بيرفع راس ابوه لكن البنت بتحط راس ابوها في الطين. مين اللي قال الكلام الفاضي ده؟ يقول لك يا عم ده خلفة بنات، احنا رجعنا لعهد الجاهلية لما كان بيبقى فيها وعد البنت. المهم طبعا البنت تروح لاهلها، ده جوزي بيعايرني، وتقول لاخوها وتقول لاخواتها بيعايرني بخلفة البنات، وبيقولوا بكرة بعض البنتين دول هيجيبوا له العار، وكل شوية يقول لي يا اللي خلفتك انا هتجوز عليك، انا لازم انا اغير العتبة، انا لازم اجيب واحدة تجيب لي الولد، البنتين دول اللي هيحطوا راسه في الطين، وكل ما بيكره العيال وما بيقدرش يلعب مع العيال، وكل ما العيال يجربوا له يضربهم يقول لهم غوروا انتوا هتجيبوا لنا العار. اخواتها بقى ليها اخ اسمه حمدي 37 سنة واخت اسمها وفاء 44 سنة. اقول لها ما تقوليش هم، احنا هنريحك. هتعملوا ايه؟ قال لها مالكيش دعوة. جوزك فعلا بيعايرك وبيجي هنا يعايرنا. يا ان اختكم خلفتها بنات. يا ان اختكم مش عارفة تجيب لي الواد. انا خايف من العار وخايف ان البنات يحطوا راسه في الطين. طب هتعملوا ايه يا اخواتي؟ اقول لها مالكيش دعوة انت. احنا هنتصرف. ايوه عرفوني. اقول لها يا ستي خلاص. مش انت جوزك بيعايرك بالبنات؟ ايوه احنا هنريح. هتروح تعملوا ايه؟ اوعى تدي نفسك في داهي. يا ستي انت مالك ما تخافيش. يعمل ايه حمدي واخته وفاء
37 سنة و44 سنة عايزين يساعدوا أختهم ويريحوا جوز أختهم من خلفة البنات، وفي نفس الوقت مش عايزين يموتوا البنات عشان ما يروحوش في مصيبة. هم عايزين يبين إن الوفاة طبيعية. يعملوا إيه؟ طبعًا دول خال وخالة العيال. فجه حمدي وأخت وفاء ندموا على البنات إناس ووفاء، تعالوا عايزينكم. فطبعًا عيالين صغيرين، حتى كانت مسمية بنتها على اسم أختها وفاء. تعالي يا وفاء، تعالي يا إناس، تعالي نجيب لكم حلاوة. طبعا ده خالها وخالتهم بينادموا عليهم. فجروا العيال صغيرين 4 سنين و3 سنين، راحوا خادينهم وداخلين بيهم جوه المقابر بتاع قرية نجع البراغيط، مركز ابو طشت، محافظتين. هناك في بير مشهور جدا جنب المقابر دي، بير عمقه 20 متر. فقالوا ايه في تفكيرهم؟ احنا تخيلوا 20 متر، ده اكتر من البير اللي اخوات يوسف رموه فيه بئر. قالوا احنا هنرمي البنتين جوه البير، وهنقول ان البنات كانوا بيلعبوا وراحوا زجوا بعض، او حد رماهم جوه البير، وكده نبقى خلصنا منهم ومحدش يشكوا فينا. مسكوا وفاء الاول وراحوا منها في البير اللي عندها 4 سنين، وبعد كده ايناس اللي عندها 3 سنين رموها في البير. تخيلوا بنتين في عمر الورود لسه 4 سنين و3 سنين يترموا في بير عمقه 20 متر. عارفين 20 متر يعني كام دور؟ الدور 3، عشان الناس اللي تعرفها الدور 3 متر يعني 7 ادوار الا متر. تخيلوا يعني اكننا رمينا بنتين من برج 7 ادوار، لان اي دور 3 متر. هم البير ده 20 متر يعني رموا البنتين في عمق 6 ادوار ونص. المهم رجعوا البيت تاني ولا كانهم عملوا حاجه. اتصلوا باختهم قال احنا ريحناك من البنتين، ورابو اسكت بقى ما تخلفيش وكده، لا هيعايرك ولا هيطلقك ولا هيتجوز عليك. طبعا بالصدفة سبحان الله، انت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد، توفى واحد في القرية فرايحين يدفنوه. الدفنة كانت غرب المغرب. احنا عارفين في الليل بتبقى المقابر كحل، بيبقى الناس رايحين يدفنوا ومسكين، وانا ما اعرفش ليه بيدفن في الليل، لكن يقول لك دفن الموت مش عارف ايه اكرام الميت دفنه وبتاع، رغم ان الموت في الدفن في الليل هو مش حرام طبعا، لكن يعني لو صبرنا الصبح يقول لك لا اصل اهليه اللي مراته وعياله هيخربوا الدنيا، ثم لو الجته في البيت الدنيا بتبقى صعبه ان يدفنوا ونكرمه. فرايحين يدفنوا في الليل. طبعا المقابر عتمه، في ناس بتخاف تدخل جوه المقابر، بيوصلوا الجثمان لغايه المدخل، وفي ناس كتير بتفضل بره التراب. فاثناء التراب سمعوا فيه عيال بتعيط، في سامعين صوت بيعيط، البير عامل صدى للصوت سبحان الله. راجل منهم بيسمع البير، سمع حد بيعيط سبحان الله. ما انتوا اصل الموت والحياه ده مش بايدينا، ده في ناس بتوجع من ابراج وبتموتش، وفي واحد يوجع من اول بلكونه ويموت، اول دور ويموت، وفي واحد تاني يقع. المهم طبعا الناس اتلمت، في صوت يا جماعه، في صوت يا جماعه، جربوا الكشافات مش شايفين حاجه لكن سامعين عياط. على طول واحد اتصل ب 122 نجده، رد عليه ايه اللي حصل؟ قال لك احنا سامعين في البير في حد مرمى. طبعا الموضوع بلغت هز على طول، جري رئيس مباحث مركز ابو طشت موجه له التحيه هو ورجال المباحث، فعلا في صوت، استعانوا بالحمايه المدنيه قدروا يطلعوا الطفلتين. طبعا يعني مش عايز اقول لكم كسور وارتجاجات في المخ للطفلتين، يعني ميتين، لكن هم طبعا لسه القلب ينبض، هم في مستشفى المركز في ابو طشت دلوقتي بين الحياه والموت. من خلال المشاهدات، من خلال من اللي شاف الطفلتين اخر مره، الاب قال انا ما اعرفش حاجه، الام قال كانوا بيلعبوا قدام البيت، لكن الناس شهدوا ان اخر اتنين كان البنتين دول ماشيين معاهم، كان خال البنتين حمدي واختهم او خالتهم اللي هي وفاء، كانوا ماشيين معاهم. بالضغط على حمدي وفاء اعترفوا وقالوا جوزها جوز اختنا كان بيعايرنا بخلفه البنات، وكان بيعاير اختنا بخلفه البنات، وكان دايما بيقول لاختي هيتجوز عليها، فاحنا فكرنا نخلص اختي من البنات اللي كان بيقول لك هنجيبوا العار، هيجيبوا لنا العار، وخفنا الموات من خنوكهم، يقولوا حد مواتهم، فقلنا ان هم وضعوا في البير وماتوا ومحدش هيسمع عنهم، لكن للاسف ربنا كتب لهم عمر. شفتوا التخلف وصل لغايه فين؟ طبعا دي حاله استثنائيه، والنظره اتغيرت، والمجتمع دلوقتي عارف قيمه الست وعارف قيمه البنت، لكن احنا بنقول ان في بعض الناس اللي عقولهم لسه معشش فيها الخرافات والجهل. لكن انا اقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.